السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني طبعا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهاردة انا جاية لكم بعصير جوافة خطير خطير والله العظيم. مش عايزة اقول لكم دي حاجة انا بعملها وما شاء الله بعملها، يعني زي العصاير اللي بتبقى معلبة اللي بتبقى في العلب، وتحفة تحفة تحفة. السر في العلبة دي، طبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه اللي في العلبة دي، بس طبعا برجاء منكم الاشتراك لاختكم وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش طبعا باللايك حلو زيكم. بصوا يا بنات، انا مش هطول عليكم عشان مش عايز الفيديو يكون طويل، عشان ما تحسبوش ان انا بطول عليكم. انا هنا معايا الجوافه بتاعتي، انا شايله البذر منها كده تمام. معايا هنا طبعا انتوا عارفين ده العلبه دي فيها ايه، فيها طبعا نيدو، لبن نيدو. انا عايزه طبعا اعمل جوافه ما تسودش مني، وفي نفس الوقت عايزه اعملها بلبن. انا ما عنديش لبن، يبقى خلاص هحط ايه، معلقتين من اللبن البودر اللي عندي. وطبعا كلنا عارفين السكر عندنا اهو، وكمان فانيليا. الفانيليا دي بتدي طعم تحفه 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 للجوافه، ما بتخليهاش تسمر معايا، ويعني في اي عصاير استخدموا الفانيليا، ما بتخليش حتى لو عصير برتقال عندي ما بيخليهوش يمرر عندي تمام. طبعا العلبه دي زي ما قلت لكم، انا هقول لكم دلوقتي فيها ايه. دي يا جماعه كريمه خام، كريمه خام، ايوه كريمه خام، تحفه تحفه، بتدي لاي عصير عندي طعم مش عايزه اقول لكم الى ما لا نهايه. دلوقتي اللي هعمله، اللي انا عندي دلوقتي الخلاط بتاعي فيه الميه بتاعتي عادي خالص، هنزل هنا كده بمعلقتين من الكريمه الخام، تحفه الكريمه الخام يا جماعه، تحفه تحفه اهو، معلقتين كبار كده مليانين اهو، كده كده كفايه ماشي. وهنزل هنا شويه من الفانيليا، اي فانيليا بقى سايله عندك اي حاجه، والفانيليا اهي حطيناها، ما كترتش فانيليا كتير ولا اي حاجه ماشي. وهنزل طبعا بالجوافه بتاعتي اهو، بجد بجد معلقتين الكريمه دول احسنهم من لبن بودر كمان، وما نكترش طبعا الفانيليا عشان ما تمررش معانا، يعني ذره بسيطه جدا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزل بقى بالسكر بتاعي، طبعا السكر ده بقى اختياري، يعني انتوا عايزين حسب ما انتوا بقى ايه عايزين تحطوا سكر قد ايه تمام. لسه طبعا معايا اللبن البودر، هنزل كده بمعلقتين كبار من اللبن البودر هذه معلقه. انت طبعا عايزه تعملي حاجه مغذيه لاولادك وما عندكيش لبن، اللبن البودر ده تحفه وفيه مكملات وحاجات غذائيه كتير بتنفع الاولاد. اضرب طبعا دلوقتي عصير الجوافه عشان نقدمه مع بعض. وادي العصير بعد يا بنات ما صبيته عندي هنا في الكاسات، بجد والله العظيم اعملوا الطريقه دي عندي زي ما انتم شايفين. اللبن قصدي الجوافه ما شاء الله، شوفوا بيضه ازاي، وحتى لو سبتها اكتر فتره ممكن عندي بتفضل زي ما انتم شايفين. يا رب طريقتي تعجبكم، ما تنسوش زي ما قلت لكم باللايك والشير، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.